Audio Jungle. Audio Jungle. هل تعرف من هو أغرب رئيس على كوكب الأرض؟ زعيم كوريا الشمالية يعتبر رئيسا أغرب في العالم لأنه اعتمد سلطته على تأديب واسع النطاق وخضوع الشعب لحكمه، ويعتبر أيضا أغرب رئيس في العالم نظرا لاستئصاله للصحف المحلية وسيطرته على شعب كوريا. يعتبر زعيم كوريا الشمالية الشاب كيم جون أون الذي يبلغ من العمر 33 عاما من أكثر زعماء كوريا الشمالية إثارة للجدل بعد قراراته وتصرفاته التي جذبت إليه أنظار العالم، حيث يتابعه الملايين خاصة عند إصدار قرار جديد يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. تولى كيم الزعامة بعد وفاة والده كيم جون الزعيم السابق للبلاد في 19 ديسمبر 2011، ومنذ ذلك الوقت وتعتبر كوريا الشمالية محل انتباه العالم بسبب قرارات رئيسها. درس كيم جون أون بمدرسة بيرن الدولية في سويسرا حتى عام 1998، وكان من بين أبرز المشاهير الذين زاروا كوريا الشمالية. والتقى زعيم كوريا نجم كرة السلة الأمريكية السابق دينيس رودمان، ومنذ وصوله إلى السلطة أشرف كيم على مواصلة تطوير البرنامج النووي الكوري. ومن أغرب الأشياء أنه لا يعرف تاريخ مولده الحقيقي، وقيل أنه ولد عام 1983 أو السنة التي تليها. قام كيم بإعدام وزير دفاعه رميا بطلقات مدفع مضاد للطائرات بعد انتهاء عرض عسكري لأنه غلبه النوم في أحد مؤتمرات الرئيس، كما أعدم المغنية هيون سونغ وول وهي صديقته السابقة بعد اتهامها بتصوير فيلم إباحي. لقب كيم جون أون نفسه بالزعيم العزيز ولذلك لسيطرته على الحكم، وقال إن هذا اللقب علامة مسجلة باسم والده. كما أراد زعيم كوريا الشمالية إعادة كتابة تاريخ بلاده السياسي كما يتفق مع أهوائه الشخصية، وقام بإزالة 99% من أرشيف تقارير وكالة أنباء بيونغ يانغ حتى التي تتعلق بوالده الزعيم السابق لكوريا الشمالية. وفي ظل حكم كيم جون أون لن يحميك منصب حتى لو كنت وزيرا للدفاع أو درجة قرابتك من رئيس الدولة حتى تنجو بحياتك، وبين القتل رميا بقذائف الهاون أو رميا للكلاب الجائعة أو رميا بقذائف مضادة للطائرات، يتخنن رئيس كوريا الشمالية في التخلص من خصومه بتهم من بينها شرب الخمر والنعاس أثناء عرض عسكري. والغريب أن كيم خضع لعدد كبير جدا من جراحات التجميل حتى يستطيع الوصول لأكبر شبه بينه وبين جده الأكبر كيم آل سونغ، وهو أول زعيم لكوريا الشمالية وقدوة للزعيم الشاب، كما أنه يخشى من الحلاقة بشدة واختار قصة شعر تجعله يبدو أطول سنتيمترات قليلة من طول جده. ولم يكتفي كيم بذلك بل أصدر مرسوما رسميا يفرض على الرجال أن يسيروا على غرار قصة زعيم بلادهم الجديدة، وأطلق على القصة قصة شعر الطموح، وحدد للمواطنين 28 قصة شعر مسموح لهم بالاختيار بينها وعدم الخروج عنها. وبعدها أصدر أمرا بوضع شعار ضخم فوق تلة مرتفعة يصل طوله إلى 560 متر مكتوب عليها يحيى الجنرال كيم جون أون شمس كوريا الساطعة.